مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم من جديد في مباشر جديد من منطقة عين دياب، أحد فنادق المصنفة على مستوى كورنيش عين دياب، حيث يتواجد أو تتواجد بعثة فريق الزمالك المصري اللي غادي تتواجد اليوم الساعة 8 بمركب محمد الخامس، فريق الرجاء البيضاوي بطل المغرب لهذا السنة. المقابلة اللي غادي تكون عن نصف نهائي عصبة الأبطال، البارح يوم امس شاهدنا مقابله ديال الفريق الاهلي وفريق الوداد البيضاوي اللي انتهت بفوز الفريق المصري بهدفين لصفر مع تضييع ضربه جزاء لفريق الوداد البيضاوي اللي كانت غادي تقلب النتيجه، يعني كانت تقدر تخلي الفريق الوداد يتراجع او يرجع في النتيجه لان كانت في نهايه الشوط الاول للاسف. حنا الان كتواجدوا امام الفندق، الان يعني غادي نتسناو بضع دقائق غادي يتم خروج اللاعبين والتوجه الى مركب محمد الخامس. كيف قلنا المقابله اللي غادي تكون قويه على نصف نهائي عصبه الابطال، فريق الرجاء البيضاوي للاسف غادي يلعب منقوص العدد بشكل كبير، ربما دكه الاحتياط ديال فريق الرجاء البيضاوي ما غاداش تجاوز 3 لاعبين لان اغلب اللاعبين الاساسيين اللي في خط الدفاع كنتكلموا على جبيره وبوطيب، شاكير الورفلي، الحداد، لاعبين مصابين للاسف، لاعب نناح ولاعب زريده تبعتوا معنا الخبر ديال اصابتهم فيروس كورونا، اذا ولينا في نصف ديال الفريق اللي غادي يكون غائب. دكه الاحتياط ربما ما غاديش تجاوز 3 أو 4 لاعبين لمؤهلين لعصبه الابطال. شاهدتوا معنا واحد الفيديو على قناتكم شوف تيفي، لحظة خروج رئيس فريق شباب المحمدية أيتمنى اللي كان داخل البعثة ديال فريق الزمالك المصري لتشجيع الفريق المصري ولعقد ربما شراكة بين الفريق ديال المحمدية وفريق المصري. كان عندنا استجواب مع السي أيتمنى، كل واحد الانتماء ديالو، كل واحد واستراتيجيه باش غادي يخدم الفريق ديالو، كل واحد كيشوف المصالح ديالو. سولنا على المقابله ديال اليوم امس، قال بانه تصدم بالنتيجه وكيتمنى حظ موفق لفريق الرجاء البيضاوي. ما عرفناش كيفاش السلامي المدرب ديال الفريق الرجاء البيضاوي غادي يدبر الامور ديالو، يعني في ظل هاد الغيابات الكثيره، 7 غيابات من اللاعبين الرسميين الاساسيين في التشكيله الرجاويه. المقابله غادا تكون قويه امام فريق كبير، فريق اللي كيمثل القاطره ديال كره القدم المصريه الى جانب فريق الاهلي. الان خروج اللاعبين شيكابالا، خليه
شوف اسير ليه خلينا. لا شوف اسير ليه اسير وخلينا. اسير ما تخاف والو. أداء والطاقم الفني لفريق الزمالك المصري. عمل ولا حيدنا معاهم هذا غيدوز. شوف هز هز صاحبي اجي حدا. انا كان انا تعال انا ولا سير له المدير الرياضي لفريق الزمالك ابن مرتضى منصور. توقعك المباراه اليوم؟ توقعات تواجد امني مكثف بجانب هذا الفندق اللي كيتواجد على مستوى كورنيش عين الدياب. تواجد مشجعي فريق الرجاء البيضاوي الان. تواجد اعلامي محترم لتغطيه الحدث. مقابلة صعيبة اليوم غدا تكون للأسف. جات في وقت جميل بخصوص فريق الرجاء البيضاوي اللي هو إحراز لقب البطولة، ولكن المؤسف هو غياب نصف الفريق عن المواجهة القوية اللي غدا تكون اليوم. تقريبا 7 لاعبين أساسيين في التشكيلة الرجوية غادي يكونوا متغيبين اليوم. هذا اللاعب اللي هذا هو المصاب بكورونا كيشبه البلهندا. هذا اللاعب الشبه ديال البلهندا. اللاعب بن شرقي صديقي اوقف ليه بلاصه راه مدرقنا. شوف حبيبي حنا راه ما دايزين ما داخلين. واش هنا الصوره
خرج خرج. واش نخرج انا؟ لا لا لا. ايوا سير ليه. سير هنايا راك انت مدرك هنايا. خلي خدم عفاك. سير ليه. عفاك خويا عفاك. الله يرضي على ولدي. هضر معاك السيد قول له نمشي لهيه. الله يخدم اصاحبي. امشي انا حنا واقفين هنا. صافي دابا انت فين؟ صاحبي اجي حدانا وخدم معاه فخويا صاحبي هذاك الزمالك هذاك الزمالك دخل صاحبي هذاك الزمالك هذاك دخل اصاحبي استاذ يا استاذ يا مصور اشريف يا مصور سير رجال اخرى سير سير رجال اخرى وخدم صاحبي اجي يا مسير رجال يا اما حدانا يا اما رجال اخر رجوي لاعب وناجم ها هو وقول لهذاك يحيد لا 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 وقول لهذاك يحيد قالوا على كل شيء عندك عندك اجا صاحبي الله يرضي عليك الله يرضي عليك يلا شباب إذن مقابلة اليوم غادي تكون قوية للجماهير ديال الفريق الرجاء البيضاوي اللي متواجد الآن عندك إذن مشاهدي قناة شوف تيفي غادي نسجل الآن مركب محمد خامس كيف قلنا المقابلة غادي تكون قوية ما بين فريق الرجاء والزمالك المصري نتمنى فوز فريق الرجاء البيضاوي اليوم على الأقل يبقى عندنا حظوظ ولو أن فريق الرجاء البيضاوي غادي يلعب منقوص العدد ولكن نتمنى النتيجة تكون إيجابية اللي تخلينا نحلموا على الأقل بالنهائي في طرف مغربي إن شاء الله
سير اسير 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 Hop, 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 hop.
إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، وصلنا لمركب محمد الخامس بعثة فريق الزمالك المصري. إذن مشاهدي قناة شوف تيفي، غنوصلوا نهاية هذا المباشر، وصول الفريقين، تبارك الله عليكم، نهاركم مبارك.